نكد في كل جنس حواء. نكد في كل جنس حواء. غسيلة مصرية. يو يو يو، كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ بالفتره الماضيه لاحظت كتير 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 انه عم نصور تحديات كتير كتير مو شوي، فاليوم كنا مجتمعين نحن بالفريق، فقلت انه هلو، فقلت انه ليش ما بنعمل نصائح للحب، يعني نصائح المراهقين هيك، نتشارك بعض القصص. مثلا طمانجا، احكي لنا نصائح عن يعني للمراهقين، يعني شباب جيلك. هلا برأي شريك انه البنت مثلا كبنت، يعني لحظة شو انت كأنك مجهز، يخرب بيتك يعني شكله احد مسوي. انا بحس انه اخونا مثلا بتحبك، حبها بتخونك. والله هيك بحس. ما نام لا تبالك ما نام. شو لعيونك الحركات وراشوتها. ابو العست على حدي طخي. حبها بتخونك، خونا بتحبك. ما نام حالف لا ما نام لعيونك اسهر عشر عوام. والله جد عم حاكيك شيء بعد اكتشافاتي، يعني وإنه والله عم تحكي بعد تجاربه، انه كل ما خنتك كل ما حبيتك اكثر. حبها بتخونك. ليش؟ انه بتحسك خروف وانه ما بتعود بنظره انت الشغله الصعبه المنال. هو يعني وينك؟ والله انت قرب شوي، ما بتذكر اذا الحلول الكاميرا بتوصل هنيك. ايه كمان عشان ما تنجعس، يعني عشان ما اخر السهره بتلاقي طبعاً جشري. ايه والله يا معلم. انت شو بتعطي نصائح حسب خبرتك؟ هلا شوف شريك، يعني لازم اهم شيء انه اوكي تفضلي حلا. نصيحة طنشي طنشي طنشي. لك على حب اخونك وبتخونك. خلصي له مصرياته. لا، الحب صدق، ثقة، حلو، اهتمام. انصح انت طول، انا المقدم. ابو العس انت خبرة. هات نشوف. احكي اقول انه اوليفيا عصام عن جد مفرمط هيك مخه مبرمج. يا ببلش ايوه ايوه كيف بدك اخبار اصدقائي يا اما لهو متخصص في احبكم ما عند هي بس بيضحك جوات الفقرتين هذول. ساير صدقني النكد لا دين له. ساير بس هي الرساله لإلك. في حدا هيك حسيت انه في حدا عم يقول لها دغري سايري سايري النكد ان شاء الله لا دين له. لحظه النكد لما العن ابو. لحظه النكد مو بس في اي حدا معين. لك النكد في كل جنس حواء. نكد في كل جنس حواء. انتوا اساس النكد، انتوا اساس نكد. انت عم تحكي جد؟ لا انت عم تحكي هالجمله ما حسيت هيك انه مثلا انه في ضرب كان في اصوات بالشارع هيك كل الكره الارضيه وقفت طلعت لي عن جد ما حسيت عنجد انه كل النكد سبحان الله عادي اصلا من ادم. لا انت اصلا هلا بين تصوير التحدي عم تنكدي يخرب بيتك ثانيا. يعني خدي روح رياضيه، يعني البنت اذا بنت بتجي تقول لها انت انك انت نكديه وبتضحك وبتمزح معك هي اساسا نكديه. ايه بس بتاخذها بروح رياضيه هي يرحم ربها هي نص نكديه. يعني مثلا انا مثلا بعرف مثلا ام رفيقي كانت هي تنكد وتقول ان احنا بننكد. المهم مين هي اللي كنت عم تقول لها انت؟ ما في اي حدا. جنس حواء لك جنس حواء بشكل عام كلهم نكديين اجباري. طب انت شو دخل هاي بالنصيحه للحب لشخص مراهق او كذا؟ يساير لانه اكيد ما راح يتفقوا، راح يكون في حزازات، فهي اكيد راح تيجي تنكد عليه، فانت سايرها وخلي الامور طبيعيه. يعني انه تخرفن، يعني هات نصيحه. وللبنت او للشاب لازم تكون ولا الاثنين؟ هلا انت شاب بعطي للشاب، يعني انت ما حتقول له للبنت انه حبيني، مع انه مثلا انه اعطيكي نصيحه بالمراهقه حبيني حسابي الانستغرام. برايي اهم شيء الصراحه، يعني انه الشخص كل ما كان صريح بكل شيء. يعني من خانك خونه نفس الشيء. لا لا بقول لك صراحه بالعكس، يعني انه اذا خنته روح قل له على موقع الصراحه. ايه عن جد لا. لا قصدي يكون الشخص صريح بكل شيء، يعني انه ان كان بشيء سيء او ما انه سيء يكون صريح، فالشخص الثاني بتقبله مثل ما هو اذا كان عن جد بحبه. يعني بس هيك. طب بلكي كانوا شخصين، شخص صريح كثير سريع بيحكي كل شيء. انا عندي مشكله بحرف الصاد، وشخص
ما انا صريحه يعني. لا وشخص خروف مخ عفوا لا خروف ما والله ما هيك استرى لك يا ما عاد زي او اي والله اسف هو بيكون اكبر خروف لك ما بعرف يعني ليش احنا الكلمه عن لسانه ما بعرف ايش قال لك ليش انا عندي مشكله مع الشاب الخروف يعني اي شخص بيميز بنت شو ما كانت تكون او كذا او كرمال بنت بيطعم برفيق او باي موقف مع رفيقه انا كثير بستحقره ومشان هيك انا عندي يا اخي عندي اعتبره عقده ضد الشخص الخروف لانه صراحه شفتها من كثير يعني الاغلبيه الساحقه من الناس او من الشباب بالاخص بيكون شخص تعرفه انت وكل يوم تقعد معه وبتروح وبتجي وكذا وهيك بس يكون في عنصر انثوي اي بنت او بنتين او بنات او هيك بتحسه مين هاد يعني ما بتعرف انه شخص فجاه هيك معلم انه يفضحينا خلع بتعرف عليك انا لي سنتين بعرفك اذا واحد صريح والثاني حقير الهارة بيفكره صريح وهارة مثلا بخون وبيتلعب وبروح وبيجي اخر الصريح بياكل خازوق بالعمر كله يعني بياكل ابقار يعني. خلقته بالعمر كله ما هو صريح بس هذاك بيسوي حاله صريح وهذا الاجدب بيكون فكر تمام شو رايك ما بعرف انا برايي انه لما انسان بشوف انسان ثاني صريح يعني بالنسبه لي بتكون صريح معه انه ما بعرف يمكن طيب عندي الدور عندك انه على طول لما تفوت انت بعلاقه حب حتفكر انه هي خالص هي انت هي بالمية انه خلص هي شو اسمه وهذا الحب حقيقي بتفكر انه العلاقة اللي قبلها كانت كتير سئيلة وكتير بايخة وكتير فاشلة وولدنة بتفكر انه يا لطيف ومدري شو هيك هي الحب المؤبد فانت هم تتخرفن فبترجع بعدين تفشل ومدري شو كذا بتكون متأكد 100% انه خلص نحن لبعض وما بعرف شو كذا ترجع بعدين تفشل وما هيك وبتفقس القصة وبترجع بتفوت بعلاقة بعدها بتتأثر وما بعرف شو ترجع بتفوت بعلاقة بعدها بتطلع تتطلع للعلاقة الماضية اللي كنت تفكر شغلة لانه هي ولدنة ومراهقة وتافهة والحب الجديد هو الخطير وهي هي ومن هي ففكرت انه بس انه الواحد اذا يكون فايق لهي الفكرة مشان ما يغمق كتير ويعطي كتير نرجع لعندك يعني هلا انا برايي انه مشان ما يطلع على الحاله القديمه هي مع جماعه الدوله فقط ولا بس لا هي لجميع النصيحه للجيل لجميع الاعمار هلا مشان مثل فكرتك انا معتقد انه مشان ما يشوف الحب الماضي انه والله كان حب سيء وحب كذا بالنسبه للحب الحالي مثلا خلص هو من البدايه يلاقي الوقت المناسب والشخص المناسب مثلا ويكفي يعني ما هو بيكون مفكر انه هذا الوقت المناسب والشخص المناسب فهمان عليك انه بنصحه انه يفكر ويستنى شوي ما يتسرع يعني يلاقي الوقت المناسب والشخص المناسب مشان ما يحب غير مره واحده بحياته ليش ما يحب غير مره واحده خلص انه مره واحده يكون هو الشخص المناسب ويكفي حياته ليش يعني ما يحب مثلا مره وتنتين يتعلم ويكتشف من اخطاء ما يعود لا يجرح مشاعر بنات ولا يلعب بمشاعر ليش اذا جرحت مشاعر بنات اذا كان عليها الخطا يعني ها ليش حتى يكتشف الغلط فيها عرق الخرفنه فيك نهز انه لا يجرح مشاعر ولا تنجرح اذا هي مثلا ما انا كفؤ لانه تكون بهالمكانه هي بالنسبه له هو يختار الشخص المناسب هو يختار إيه بس انا عم اقول لك انه انت يعني مبداك انت انه هو يختار من البدايه وما بعرف شو انه هيك شخص لا انت بلكي انت حبيت هذا الشخص المره واحده الوحيد بالوقت المناسب الشخص المناسب وانت فكرته هو الشخص المناسب وكل شيء وكفيت معه عمرك كله وبالاخر هيك بالخمسينات ستينات اكتشفت يعني عمرك 50 60 انه اكتشفت انه انت معلم يعني اشتغل لك اخر صيني يعني مثلا انه كثير انت تعيس وما شايف شيء من العلاقه مثلا لا هلا انت بتتعرف على حدا مثلا انت بتتعرف عليه وبتستكشف انت ما هاي بتستكشف كل شيء بتستكشف كل شيء يعني انت اذا ما شفت قال اذا يعني شلون انت شلون حتعرف خير غيره اذا ما جربت غيره يعني انت شلون طب تمام بس يحاول نصيحتي له جربت فهمت الفكره اوكي هلا النصيحه الثانيه اللي هو انه الثقه ما بتنعطى بشكل 100% لحدا فحاولوا عن جد لا تعطوا كل الثقه ولا اي حدا مين ما كان يكون الثقه ما بتنعطى 100% فحاولوا تخففوها كثير
وحتى كل شيء زعتر حده قلب ضده حوله. مين كان عندهم ثقة؟ هي مين كان؟ مو هي كانت صراحة صراحة لا انت قلت الثقة اول شيء، الحب هو ثقة، لكن بلا مو هي قالت حب هو ثقة. لك عم بقول رجعت انا اول شيء في حكت جد؟ لك لا انا كنت عم بقول انه اول نصيحة كانت قلت له انه طنشي وطنشي، بس حسب انه هو شو كان عم يحكي كنا عم بحكيها بكثير. طيب يعني انت قلتك انه ما في شيء اسمه ثقة، هلا هذا حكي كثير جدي عم بحكي انه ما في شيء اسمه ثقة. ثقة عمية ما في، لا ما في ثقة عمية، في ثقة وسط يعني. حتى بالحب ما في حب 100%، في حب هيك نص بالمية يعني انه مو كثير 50%. ايه انه عن جد 50% بكل شيء. تمام، فهي نصيحتي بس انه ما تثقوا بحدا 100%. تمام. النصيحة الثانية من ابو العز، ما حدا يفكر بهذا الشيء. نصائح ابو العز كيف تصبح خروف في 4 فشلت عينك ولك. ما حدا يفكر بهذا الشيء تحت سن ال 27 او 28 اذا ما تكون مأمن حالك من كل شيء. شو هو الشيء؟ الحب. لحظة شوي، انت مو كنت حابب؟ وعمرك 20 انت مو حابب هلا؟ انت مو حابب؟ لا كيف لا؟ مو حابب هلا؟ لا مو حابب. طب انت مو كنت حابب من شوي؟ كنت. ايه حلو. تركت؟ اها. وقررت انه بعد 27 هو الصح؟ اصدقائي تحت سن 27 جديدة علينا 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 تحت سن 27 تحت سن 27 ما حدا يفكر بهذا الشيء عن جد، لانه هذا الشيء كثير 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 متعب. يلا طب ليش انا وقت بحكي بتقلب مسخره؟ سايكو سام. طب يلا يلا خلص، لانه شو اسمه يعني عم بحكي شيء مسخره. لا اشتك بس انت يعني شلون استغربنا انه انت عم تقول لا حدا يفكر بهذا الشيء ل 27 سنه، وانت يوم الفيديو صراحه يعني الواحد بعد الفريق مشانك. العمى ما اوقحك. بعت الفريق مشانه ولا طلع بعد 27 سنه. استغربت انت هذا كبر بكير كبر بساعه يعني انا وياه نفس العمر يعني شلون هيك؟ يلا اخي تفضل. يعني الواحد معلش وقت بينصح نصيحه عنو اساس منين بيجيب نصيحته؟ بيكون اكل اب. لا طب ليش 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 تسميها اب انت يعني ليش؟ ليش ما فينك تقول عنا ظروف؟ أبقاب أبقاب من الحياة، إكريك عاطفي، أبقاب من الحياة، أبقاب بالحياة، إيه على عيني وراسي، أبقاب من حدا. يعني أنت اللي عم تعطيه نصيحة بدك إياهم يسمعوا نصيحتك؟ يسمعوا نصيحتك. أنت لما حدا نصحك سمعت نصيحة حدا؟ مو كل الأحيان. تمام. حلو، كيف شو النصيحة لبعد 27؟ ما حدا يفكر بهذا الشيء لبعد 27، لأنه هذا الشيء ما له منيح، وأهم شيء إنك تكون مأمن حالك بكل شيء بحياتك. كون جاهز لهذا الشيء بلش فيه. أنت عم تحكي زواج يعني؟ هلا أنا ما بالفعل حب مراهق. انت بس زواج يعني الفيديو هو نصيحه حب للمراهق ام قال له نصيحه ل 27 بلشت يعني المراهق 27 لا المراهق محمد عم يحكي عنه شو بعد لا كل واحد مستلم في عنده شيء انت اسمه عندي بشكل عام مثلا ما في شخص مثالي فلما احيانا كثير يعني انا شايفه مثلا رفقاتي وكذا انه بكون عنده مثلا عادي لا لا بشكل عام معروف يعني انه البنات دائما بتشاركوا هدول الشغلات مع بعض وبيحكوا لبعض كل شيء لا بكل شيء يعني بمروا فيه بشكل عام انه مثلا كات بس بعد اذنك يعني هلا اذا في شيء هي ما عرفت تنكد عليه بتسالك كيف بدي نكد ليها بشكل عام والله العظيم هو مروق عطول لك ما خليت عم بسال اسئله كثير عم بحكي كثير عم بقول له جوعانه بس مو عارفاني اكل ولا مو اكل ما خليت ما مروق بعد مبسوط كيف تنكد في 4 اسئله انا مريضه انا مريضه جاب لي دواء ما بدي ابدي اصير لحالي ليش ما رديت انت وبالاجتماع؟ لا ايه يعني كيف هيك ما بترد انت بالاجتماع؟ انا عشان بحكي ونعشان تفضلي لا ما لا 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 بام السالفه المهم كانك بغطي كانك عم تنكدي ما عم تحكي بلشت تنكدي خديها روح رياضيه يا عم يا اختي خديها شبك يا ياسمين لحالكم لازم تعرفوا بشوفوا مثلا احيانا يعني منهم بيطلعوا بس على الشغلات السلبيه بالبني ادم يعني انه بقصد انا انه كل انسان فيه شغلات ايجابيه وشغلات سلبيه فانه بوزنهم مع بعض يعني ما انه مثلا بتطلع بس على الشغلات السلبيه فاكيد يعني كل انسان له شغلاته السلبيه وشغلاته الايجابيه بس يعني النصيحه الثانيه بصراحه وهي راح تساوي ضجه كثير ويمكن يصيروا يتناقشوا ويرجعوا عشان هيك اجي لعندكم بصراحه اصدقائي يعني الحب وكل شيء بالحياة هو مصلحة فلا بقى تخطط كتير لقدام عيش العلاقة لأجل العلاقة هي العلاقة اللي انت فيها شو ما كانت تكون هلأ بس هلأ وبعدين ما بتعرف شو بصير معك ولا تتأمل كتير ولا تخطط ولا مدري شو هلأ هلأ فقط لأنه غالبا هي الدنيا كلها حتى الحب حتى كل شيء هي مصلحة حتى علاقة الأم بابنة مصلحة حد عنده تعليق على الموضوع؟ صح
شو؟ نتلبقوا يعني شو؟ شو على علم بابنه؟ شلون هاي وضحها؟ شلون؟ بس توضيح يعني انتي مشان تكب لك اه مشان ما نفوت بامور خصوصيه يعني قلت لكم لتعمل قصه هي تعبت ايدي يا رجل نرجع يعني حط خلينا خلص هاي بنكفيها بغير فيديو بقى بنحكي فيها شلون شو قصدي لو في جزء ثاني الله معلم في جزء ثاني ان شاء الله انت مر لعنا بس يجيك اشعار بنشوفكم فيديو جديد ان شاء الله اصدقائي